نحن حاليا معتمدين سيناريو التعلم الحضوري، بس اكيد اذا لا سمح الله بسوء الوضع الصحي بنروح للتعلم المدمج او التعلم عن بعد. ووزارة التربية جهزت المنصات والسيستم ادارة التعلم يلي بيواكب التعلم المدمج والتعلم عن بعد. هون بنوضح اذا صارت اي اصابة اكيد دغري لازم في هوت لاين بقلب وزارة التربية بتتصل فيها المؤسسة التعليمية او الاهل او الاساتذة، وبمحل معين دغري بيتحدد مين لازم يعمل بي سي ار، مين لازم يعمل رابيد تيست بطريقة مجانية اكيد لكل القطاع التربوي. وفي داشبورد عم بيحط عدد الاصابات بكل مدرسة تيكون كل الداتا تبعي شفافة. أطلق معالي وزير التربية والتعليم العالي خطة العودة للعام الدراسي القادم. المدارس الرسمية بتبلش ب 27 أيلول، والمدارس الخاصة فيها تبلش بأيلول أو مطلع تشرين الأول. أكيد في كتير تحديات بلبنان، منبلش بالأول بالتحدي الصحي يلي تحضرت له منيح وزارة التربية بالتنسيق مع المراجع الصحية. بالأول رح يكون في البروتوكول الصحي يلي نعمل له أبديت بالتعاون مع منظمة الصحة وزارة الصحة. أكيد رح تكون الإجراءات عم تعتمد بقلب المدارس، وفي غرفة عمليات بقلب الوزارة تتقدر تدير هيدي العملية، وفي زيارات إشراف رح تقوم فيها الوزارة للمدارس الخاصة والرسمية. كمان في خطة للتستينج من رابيد تيست وبي سي آر رح تكون كمان بالتعاون مع وزارة الصحة، وبلش الفاكسان للتلاميذ بين 12 و18 سنة، أكيد إن شاء الله منخلصهم خلال العام الدراسي. أما التحدي الكبير على لبنان هو الأزمة الاقتصادية الحادة يلي أرخت تقلع على القطاع التربوي، ففي كتير تحديات مالية، المحروقات مش متوفرة. مشان هيك عم بينسق معالي وزير التربية مع كل الوزارات والمؤسسات المعنية تنقدر نأمن هودي الأمور، خصوصي للأساتذة يلي رواتبهم صارت تقريبا بتساوي بين 50 ل 70 دولار.